أمرا كيف جاتكم فكرة المقدمة ديال اليوم؟ فكرة المقدمة ديال اليوم كانت واحد الفكرة اللي هي عائلية ماشي بوحديتي. نتمنى يا ربي يمنا تفرحكم، إلا فرحتكم ما تنسوش تخليوا لايك باش حتى هما يفرحوا، وكتبوا لي في التعليقات بأنها راه عجبتكم. وقبل ما نبدا هذا الفيديو هذا، بغيتكم البنات تقولوا لي كيفكم، كيف أحوالكم، كيفاش هي الظروف نتاعكم، كيفاش تعيشوا هذه الفترة هذه، بغيت ندردش معاكم بشحال هذه ما ندردش معاكم. فيديو اليوم إن شاء الله غادي يكون ثلاثة في ثلاثة ديال الفقرات مهمة جدا ومفيدة جدا لجميع السيدات سواء كنتوا أمهات أو غير أمهات. الفقرة الأولى غادي نديرو فيها إن شاء الله كلين ميدمي، وغادي نجيو فيها على كيفية تعقيم المنزل. والفقرة رقم 2 فقرة متخصصة بالأمهات، يعني فقرة معيش مع الكتاكيت، غادي نوري لكم كيف تقضي الوقت نتاعك مع الكتاكيت نتاعك اللي عندهم اقل من 6 سنوات، وغادي ندوشو شويه على لي دوفوار ديال ميسا. والفقره رقم 3 فقره ديال الطبخ، ومنظم باطون شكر كاع جميع السيدات اللي تعجبهم الوصفات والوجبات وطريقه التقديم اللي تندير في الطبخ. واليوم ان شاء الله وتحت طلب العديد من السيدات غادي يكون ان شاء الله وصفات ووجبات صحيه لرفع المناعه. غادي تدوزوا معايا نهاري من الصباح حتى المساء، جورني دو كونفينمون، روتيني الصباحي وروتيني المسائي، ياش مليء بالافكار، مليء بالحيل، مليء بالاستفاده، جد طبيعي جدا وفي نفس الوقت ممتع. تحس بعض الفقرات غادي يكونوا مال النظار. نبداو بالفقره رقم 1، كيفاش جاكم الشعر القصير؟ جات بغاو الشعر القصير او الشعر الطويل؟ ماما قالت لي الشعر الطويل ان السيمه تيجيك احسن من الشعر القصير، ما باقاش تقص شعرك. واش نتوما مع ماما ولا لا؟ البنات قولوا لي انتم كيفاش تعقموا البيوت نتاعكم باش ماش من برودوي الا كان شي حاجه اللي هي فعاله، فكتبوا لينا في التعليقات. دونك بالنسبه للفقره الاولى غادي تكون ان شاء الله تحت طلب العديد من السيدات كيفيه تعقيم المنزل، كومون دي سافيكتي سا ميزون، وغادي نمشي لكم ايتاب باغ ايتاب. المرحله الاولى هي تعقيم المشتريات، كومون دي سافيكتي سيكو. دونك بالنسبه لي فتنعقمهم على جوج ديال النوبات. دونك بالنسبه للمرحله الاولى فهاديك ديال زوجي زايده من راسه خايفه. دونك تيعقم كلشي في الكار، تيخليهم لمده ليله وتحيد منهم الاشياء اللي بتحط في الثلاجه، تحطها في الثلاجه، داكشي اللي بتحط في الكونجيلاتور تحطو في الكونجيلاتور، و تيخليهم من بعد ابخي تمشي انا يجبدهم. وتنعقم عاوتاني للمرحله رقم 2. دونك بالنسبه لي كورس فتنسوقو غير مره واحده في الاسبوع، ما تنمشيش انا وياه ونديو الدراري، تيمشي غير هو بوحديتو تيدي داكشي اللي خاص وصافي، يعني تيجي بشويه بشويه كل حاجه. تعرفوا حيت يتسوق الراجل ماشي بحال تتسوق المرأة، ولكن واحد اللي خاصو يمشي يدير لي كورس. تعقيم المشتريات باش نعقمهم، تنعقمهم بكربونات دوسود وتنعقمهم بالخل، ولان بكربونات دوسود والخل ليسوا كافيين في هذا المشكل دابا اللي كاين عندنا حاليا، فتنزيد ملعقه ديال جافير. دونك جافير تحيد 99.99% ديال الميكروبات. تنعقمهم تنخليهم واحد 5 ديال الدقائق وهما في هذاك الماء، وصافي تنعاود نحكهم مزيان كيما غادي تشاهدوا معايا بعد قليل، وتنشللهم وتنشفهم مزيان 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 عاد تنرجع كل حاجه للمكان ديالها. حيت نقولوا التعقيم راه ماشي غير الخضر والفواكه، لا كلشي خاصو يتعقم، جميع لي زومبالاج شريتو قرعات الزيت خاصها تتعقم، اي حاجه اي حاجه اي حاجه خاصها تتعقم. شريتو الزبده هذاك القاعد نورمالمون اللي فيه الزبده خاصو يتعقم الا كنتو تحتفظو بالزبده بهذاك القاعد في الثلاجه. نصيحه ثانيه تنصحكم نتوما تتعقموا جميع الاشياء الحفاظ على الايد نتاعكم، ديروا الصباعيات وتنحيدوا الصباعيات بهذه الطريقه، ما تنجروهمش من القدام ولكن تندخلوا الصبع نتاعنا في الداخل ديال الصباعيه وتنجروا وتلحوهم ديريكتومون في النفايات. جميع الاشياء اللي تيكونوا مثلا في الزومبالاج قبل ما نبدا نحلوهم ونحطو كل حاجه في المكان ديالها عاوتاني من اول وجديد، نغسلوا يدينا جيدا بالماء والصابون ونشفوهم جيدا.
حيت نرجع كل حاجه للمكان ديالها. هنايا تيبدا تعقيم المطبخ. خصكم تعقموا اي حاجه مسات هذوك لي برودوي، واخا كاع وفتو عقمتوهم من قبل، كل حاجه خاصها تعقم. دابا كيفيه تعقيم المنزل، وتعقيم المنزل نورمالمون تنمشيو نعقموا الاشياء اللي تيمسوهم اكثر من شخص، بحال مثلا لي بواني دو بورت، جميع لي بورت ديال المنزل، جميع الابواب اللي كاينين في البيت نتاعكم من دون استثناء، وتنعقموهم بمعقم اللي يقتل 99.99% من الميكروبات او الجراثيم. خرجنا مثلا تقدينا بشي لبسة، نجيو وهذيك اللبسة حطوها في الماكينة دغيا تصبن، واخا تكون نقية لي زورديناتور لي بورتابل، اي بلاصة تتشعلي او تطفي منها من الضو او تطلعي منها لي فولي، جميع هاد الاشياء هادي وكل شي خاصها ديزانفيكتا. هنايا غادي نوري لكم واحد الحيلة او لاستوس للتيليكوم. بالنسبه للسيدات التي يخافوا على لي تيليكوم نتاعهم يتخليهم مثلا الديزانفيكتون في الداخل ويخسروهم او حيد لهم دوك الرقيمات اللي كاينين فيهم، شوفوا معايا هاد لاستوس هادي. غادي تقبطوا البلاستيك الغذائي العادي وغادي تدوروا على التيليكوم ديالتكم كما تتشاهدوا معايا الان، وغادي تقبطوا مجفف الشعر. شفتوا معايا البلاستيك ما مجبتش، غادي نجبدوا بمجفف الشعر ما باقيش غادي يبان. وهكا الى بغيتو تنظفوا لي تيليكوموند نتاعكم ما تخافوش عليهم، ما غادي يوقع لهم والو، دوزوا له دوزوا نورمالمون فوق داك البلاستيك. الى خرج غير واحد فينا خارج المنزل وعاود دخل، دائما الارضيه خاصها تنظف البنات. دوك تندير انايا شي شويه ديال جافير، ولكن راه ما نعيقوش مع جافير البنات، راه مضر للصحه الا كثرنا منه. غير واحد شي شويه في اللتر ديال الماء غادي يدير لينا الدار كلها، وحنايا مثلا تنسيقوا به او تنشفوا به خاصنا نخليو النوافذ في نفس الوقت محلوله باش ما تخرقناش الريحه ديالته. ومن بعد ما تنكملوا الشغل ديال الدار فتنهويو الدار. دونك التهويه ديال الدار تتكون ساعه كل نهار، اما الساعه الصباح ونص ساعه في العشيه او ساعه مره واحده في النهار. بالنسبه لي فتنهوي اما في الاخر ديال النهار فاش يكون الحال بارد، او تنهوي مثلا الصباح بكري فاش يكون عاوتاني الحال باقي بارد. غير الحال البنات راه فصل الربيع راه هنايا بعدا الحال بدا تيسخن، يعني فريمون ولينا تنحسوا بالحراره تطلع. قالت لي ماما راه المغرب راه باقي دابا عاد جا الشتاء عاد جا دابا البرد.
واخيرا المنزل او البيت نظيف، وهنا يتبدا التحدي مع الكتاكيت. واش غادي يخليو كل حاجه في المكان ديالها والمنزل نظيف او لا؟ وبالنسبه لي بيني بينكم البنات، فالتحدي انا يا ديما خسره كما شاهدتوا معايا فواحد الصوري ديال الانستغرام روبلا، يعني تندي لهم العسكري واحد الساعه ساعتين كل شيء هو هذاك، غير تيشوفوني غفلت واجي طلعوا على المنزل كيفاش غادي يكون. دونك بالنسبه لا ديكوراسيون، فمؤخرا درت واحد الفيديو وريت لكم فيهم لا ديكوراسيون ديال فصل الربيع، ومن هانيت هذا البوكي هذا، هذه الزهور هذو. غادي نخلي لكم رابط ديال اخر فيديو على القناه بالنسبه للسيدات المولوعين او تعجبهم لا ديكوراسيون وكل ما يخص بالديكور. الفيديو غادي نخلي لكم هنا في التعليقات. وهنا نساو غسل الملابس ب 60 دوغري عوض من 40 دوغري باش نقتلوا جميع الميكروبات اللي كاينين فيهم. وجاءت الفقرة ديال كيف تقضي الوقت نتاعك مع الكتاكيت، كيفاش نقضي او الروتين ديالي مع 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 الكتاكيت مع الوليدات، من القرايه من لي دوفوار. قولي البنات كيفاش نتوما تقضيو الوقت نتاعكم مع الكتاكيت؟ قولي لي كيفاش الى عندكم شي خوتكم صغير، شي خوكم صغير، شاركونا هكا الافكار نتاعكم، ندردشو شويه مع بعض. دونك بالنسبه لي تنحاول نحتفظ على هذا الروتين اللي غادي نوري لكم الان، يعني من الفيق بكري حتى النعاس معهم، ولكن راه هير يكون زوجي في الدار تتنض الروباله. بالنسبه للدراري تيخافوا مني اكثر ما تيخافوا من 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 بابا وامي، تيشوفوا باباهم صافي. روتين الامهات في خضم المشكل العالمي الحالي هي تتكون زوجه وام وطباخة وشغالة وخدامة داخل المنزل، وفي نفس الوقت معلمة من كل واحد جوج، ممكن كاع يكونوا 8، الله يكون لينا في العون. الا ما كانش تنظيم وما كانش لورغانيزاسيون في البيت نتاعها وكل حاجه عندها بلوقيطه، راه ما غاديش غتغرق يعني. اولا لا البنات ولا لا، شكون فيكم اللي غرقت؟ دونك بالنسبه لي الحاجه اللي هي جات من المدرسه هي الوليدات خاصهم ينوضوا في ساعه محدده، نحن لسنا في عطله. من بعد ما تيكملوا الفطور تيطلعوا دابا لي دوفوار. نورمالمون لي دوفوار تيبداو مع 10 بيل، تتبدا ميساء وحتى يانس. دونك بالنسبه للتوقيت، نورمالمون التوقيت العادي فهو 6 ساعات في النهار، توقيت ديال المدرسه تيقراو 6 ديال السوايع، ولكن في الدار راه من المستحيل تقريهم 6 ديال السوايع. دونك تنقبطوا كل نوبه، مثلا الصباح تنقريهم واحد الساعتين او الساعه ونص، والعشيه تنقريهم واحد الساعتين او الساعه ونص. وممكن لكم مثلا ديروا كما قالت لي المدرسه، يعني تقراو واحد 30 دقيقه وتخليهم عاوتاني يرتاحوا، وتعاودوا تشدوهم عاوتاني واحد 30 دقيقه وتخليهم عاوتاني يرتاحوا. دونك هنايا كتبت جميع الاشياء مثلا بالفرنسي باش الناس هما يستافدوا اكثر، وهادشي اللي كتبته بالفرنسيه هما نورمالمون التعليمات اللي جاو من المدرسه. انا ياش ندير مع ميسا، هي تنوض مع الصباح تتبدا مع 10 تتكمل مع 12،
تتغدى تتخرج مثلا الحديقه هي تتلعب تتعاود عاوتاني تدخل عاوتاني لي دوفوار تتبقى معاهم حتى الخمسة ديال العشيه وبعد مرات تخربق لينا البروغرام ما كاينين نبقاو النهار كله حيت بعد مرات تيقصح لها الراس مش غادي نديروا على الدراري غادي نصبروا معاهم حتى تدوز هاد الوقيته هادي وصافي نجيو معاهم نفهمهم بان راه فتره راه كاينين شي وليدات اللي ما غاديش يقدروا يفهموا خصوصا السيدات اللي ما عندهمش جراضي وما عندهمش مثلا البالكون مسدودين يعني الله يكون لكم في العوان فريمون الله يكون لكم في العوان قلبي كبير معاكم باش تقعدي شهرين او 3 شهور في ربعه ديال الحيوط ما كاينش ليك لا تيغاس وما كاين ليكش الجرده يعني راه شي شويه صعيبه بزاف مع العلم بانني سمعت بان الوليدات يمكن لك تنزلوهم واحد شويه وتعاودوا تطلعوهم غير يتنفسوا ولكن لست متاكده من هذه المعلومه الله اعلم نتوما كيفاش تديروا مع الوليدات نتاعكم دابا بالنسبه مثلا ليانيس يانيس طوط عطيه ديزاكتيفيتي ولكن ماشي بحال ميساء ميساء عندها القسم واعر بزاف دونك بالنسبه ليانيس غادي نوري لكم بعدا قليل واحد الاكتيفيتي اللي يزيونه للدراري او الوليدات اللي عندهم اقل من 6 سنوات غادي يعجبوهم سينو المدرسه عطاتنا بزاف ديال لي زاكتيفيتي اللي تنديروهم معاهم انا غنشارك معكم وحده بحال مثلا الا عندكم شي بلاكار وعندكم مثلا شي مجوره اللي هما مرتبينش ولكن ما فيهمش اشياء خطيره او الاشياء ديال التنظيف لا اعطوهم يرتبوهم هادشي تيعجب بزاف الوليدات نتاعي ما عرفت نتوما الوليدات نتاعكم حتى غادي يعجبهم الحال كيبغيو يخملوا انايا ما يسد بيت تخمل ليا باش كاينه فرصه باش تخمل وفرصه في نفس الوقت باش تصايب وحتى انا راه تنستافد يعني هما الوقت نتاعهم تيدوز وفي نفس الوقت راه هادشي غادي يتنظم لي دونك دير بعض الافكار الصغيره اللي يمكن لكم ديروهم نتوما وليدات نتاعكم سينو راه يمكن يقراو مثلا القصص الا كانوا الوليدات نتاعكم تيبغيو القصص جميع الوليدات بدون استثناء تنظن بانهم تعجبهم القصص ولا عندهم مثلا خوتهم الكبار يمكن يجلسوا معاهم يقراو لهم القصص بعض المرات ميساء ديرها مع خوها وتيعجبو الحال يقعد بارك الله عليه وتبقى يتصنت لها ولا هي تقرا القصص شرو لهم الكتب 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 سينو البنات راه كاينين مثلا دابا راه كاينين بزاف ديال المواقع اللي دايرين قصص اللي هما فابور قصص اللي الوليدات نتاعكم يسمعوا لهم سوغ انترنيت وقصص اللي يمكن يقراهم عاوتاني سوغ انترنيت Alors c'est bon, ça fait des trucs là. هذه هي النتيجة اللي تيقول زوجو يغسل المعن وإلى المطبخ وجبات صحية وصفات صحية وجبة صحية ودرت لكم على طريقة الميل بريب باش جميع السيدات كل وحدة تختار داكشي اللي عجبها من هذا الفيديو هذا بزاف الأنواع ديال السلطة درت لكم خبيزات زبونين هشيشين طريقة ديال التحضير ديالهم طريقة اللي هي سهلة وغادي نبداو دابا مباشرة طريقة تحضير الخبز تحت طلب العديد من السيدات غادي ندير لكم خبيزات ديال الدار خبز الدار بطريقه اللي هي سهله بحال هذاك اللي تنشريو كاين بزاف ديال الطرق اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم الطريقه الاولى ولا شفت بان الفيديو عجبكم او الطريقه عجبتكم ان شاء الله غادي ندير لكم طرق اليوم واحدين اخرين دونك بالنسبه للمقادير قلتوا لي يا سما بدات تعبرينا بالزيف دونك بالنسبه للزيف غادي ندير على حسب عدد الافراد ديال الاسره نتاعتي الا نتوما عندكم عدد الافراد ديال الاسره نتاعتكم اكثر فضبلوا المقادير غادي ندير غير زلافه 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 هنايا عندي الخميره ديال العجينه هنايا عندي شي شويه ديال السكر وعندي هنايا شي شويه ديال الملحه عندي هنايا الدقيق ديال الفوني او السميده رقيقه جدا دونك الا عندكم هذاك ديرو او الا عندكم الاخر ديرو وهنايا عندي الدقيق ديال الفرص
هي درت الخميره، درت معها السكر، درت معها شي شويه ديال الماء يكون دافي وخليتها تفعل 5 ديال الدقيق. المرحله الاولى هي تندير زلافه ديال دقيق القمح الصلب، نخلط مع نص زلافه ديال دقيق الفرص او الدقيق الابيض، نخلط مع ملعقه ديال الملحه حيت الملحه ما تنخلطوهاش مع الخميره سينو الخميره غادي يمشي لها المفعول ديالها، وتندير الخميره مع السكر وملعقه ديال زيت الزيتون، تنبقى نزيد الماء بشوي 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 حيت الدقيق الفينو تيشرب دغيا الماء، حتى تنشوفها بان دلكات مزيان ولا اللون ديال العجينه تيمشي شي شويه الابيض، عاد تنزيد النصف الاخر ديال دقيق الفرص. شو معايا تدلك حتى تتولي بحال هكا، تنغطيوها وتنساوها حتى تضب ليها الحجم ديالها، ماشي نساوها غير تضب ليها الحجم ديالها، عاد عاوتاني نخدموها من اول وجديد. حيله من الحيل ديال المطبخ، هنا ما بغيتوش العجينه تلصق لكم في البلاستيك كما الان، ديروا لها شي شويه ديال الدقيق من الفوق فوق العجينه قبل ما ديروا لها البلاستيك، او ديروا لها شي شويه ديال الزيت او دهنوا هذاك البلاستيك بشي شويه ديال الزيت، ما باقيش غادي تلصق لكم. ودابا تنفرقهم الى قطاع خبيزات صغيورين، يكونوا هناك خبيزات صغيورين، تنقرصهم وتنعاوتاني نخليهم عاوتاني يخمروا لساعه ديال المكنه حتى يضب الحجم ديالهم، عاد تنزينهم من الفوق قبل ما ندخلهم للفران. شتو كيما شاهدتو معايا، صافي الخبز هو دابا خمر، يعني ضب لي الحجم ديالو تنفخ. دابا اش غادي ندير؟ غادي نقبض شو شويه ديال الماء، غادي ندهنو حركه من الفوق، هاد القضيه تعطينا داك القرمشه وديك الحموريه الخبز، ليكم ديروها ما ديروهاش، يعني ماشي اللي بغا. وصافي دابا غادي نزينهم، زينوهم باي حاجه كاينه عندكم او خليهم غير هكاك عاديين، ودخلوهم في الفران ديروهم درجه الحراره 180، وهما وغاديين تيتنفخوا بشويه بشويه تيجيو هشيشين وتيجيو رطبين. شو معايا تنزينو بطريقه بحال ديال المخبزه. دابا غادي نمروا الى الوجبات الصحيه، ودابا غادي نبداو ان شاء الله على بركه الله لتحضير وصفه صحيه من الوجبات الصحيه كما طلبوا لي العديد من السيدات على الراس وعلى العين، وغادي نحاول نستعمل بعض الاشياء اللي تقدروا تقاوم، يعني اشياء اللي هما رخيصه بحال مثلا العدس، بحال مثلا اللوبيا، السرجيل حتى هو يمكن لكم تعوضوا به باشياء اللي هما اخرى، الخضره، القرعه، يعني فريمون نديروا شي شهيوات اللي هما زوني بشي حاجه اللي هي ما غالياش لينا بزاف ونديروها عاد متنوعه. دونك انا هي درت حبه حبه من كل شيء، حقاش ما بقيناش نتقداو بزاف، نخرجوا مره واحده في الاسبوع خاطر نخوضوا كاع داكشي اللي خاصنا، يعني الكميات غادي يكون شوي 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 من كل حاجه غير باش نوري لكم الطريقه. يلا على بركه الله. هنا غادي نستعمل القرعه، غادي نستعمل القرعه الحمراء، تنحاول ندير الفلافل الملونه الخضراء والصفراء، هنا عندي جزر او خيزو، عندي مطيشه، عندي اللوبيا، صدر ديال الدجاج، عندي السمون اللي يمكن لكم تعوضوه بالسر ديال، انا السر ديال ما لقيتوش، حامضه وخياره. طريقه ديال الطهو كتلعب دور كبير في النظام الغذائي الصحي او في الوجبات الصحيه والوصفات الصحيه. الى عندنا الخضر وعندنا اللحوم وعندنا الفواكه، ولكن طريقه ديال الطهو ديالهم طريقه اللي هي خاطئه بزاف، عامرين بالزيت، عامرين بالزبادي، فراه ما تيعطوناش داكشي اللي خاصهم يعطونا الجسم تاعنا، يعني تيفقدوا بزاف من الفيتامينات نتاعهم، تيفقدوا بزاف من البروتينات ديالهم. دونك لذلك هذه فرصه البنات باش نتاجوا الى نظام صحي، وانتم تتعرفوا على القناه ديال سمو بان مولوعه بالنظام الغذائي الصحي، والنظام الغذائي الصحي هو اللي خلاني لحد الان نحافظ على الجسم ديالي، وتنمشي ديما الى طريقه ديال الطهو في الفران او طريقه الطهو عبر البخار. دونك بالنسبه لهاد الاشياء هذه فغادي نطيبهم في مره واحده، غادي نسمهم في مره واحده. هنايا عندي صدر ديال الدجاج، ندير ليه الملحه من الفوق، الملحه من الفوق بالنسبه لطرونشه ديال السومون، بالنسبه لهاد الكروفيتات اللي كانوا عندي في المجمد جبتهم. ماشي جبت داكشي اللي كان عندي في المجمد حيت ما تقدريش باقي تقدي. هنايا عندي الحامض، وتنسم بالاعشاب المنسمه الفلفل الاسود والخرقوم، تنغطي عاوتاني بالورق ديال الفران من الفوق، تنحطو في الفران. المهم هادشي دغيا تيطيب عندكم واحد 10 ديال الدقيق، دغيا تيطيب لكم في الفران. فهاد الوقيته الا بغيتو تشريو شي حاجه، شريو العدس، شريو اللوبيا، شريو الفول، قطاني، جميع الاشياء اللي ما تخص لكمش هكا تديروها في الخزين نتاعكم، وكل نوبه تجيب معها شي شويه لما تكونوا كمكملات غذائيه. دونك بالنسبه للعدس
كما تعرفوا بأما أخرين وليس مولوعة بهذا النوعية ديال العدس اللي ما تيحملوش وليداتي. وحتى زوجي قال لي أوه. ولكن راه صحي راه صحي البنات راه صحي. هنايا درت شويه ديال القرعه، هنايا عندي شويه ديال الثوم، وغادي ندير ملعقه ديال الكولزا. عندكم جوج ديال الطرق باش تصايبوا، اما غادي تشحروه وغادي تزيدوا عليه من بعد كاس ديال الماء حتى يتغدى، او غادي تزيدوا نيت الماء من دابا. وبالنسبه للتنسيمه فكما شاهدتوا معايا درت فص ديال الثوم، شويه ديال الابزار والملحه، كليكم تنسموا بداكشي اللي بغيتوا، يعني النكهات فتيبقاو اذواق، كل وحده تنكه بداكشي اللي تتبغي، كان تتبغي البهارات بزاف كان اللي ما تتقدش عليهم، وصافي تنخليها هكا يتشحر وتنزيد عليه كاس ديال الماء من الفوق حتى تيتغدى، ما تيكونش تيباين، نخليه يغلى يغلى وهو تيغلى وهو تيمص داك الموضغيه تيطيب هاد العدس هذا. صافا رقم 2 اللي يمكن لكم ديروا الفلافل الملونه، نستمتع بشويه ديال الثومه، الثومه راهي اختياريه. هنايا عندي اللوبيا البنات، يمكن لكم تبزقوا اللوبيا وتطيبوها او تسلقوها بلا ما تزيدوا فيها والو. دونك هاد اللوبيا هادي فهي لوبيا المعلبه، خلاص فيها شويه ديال الجزر. هنايا اش غادي ندير؟ غادي ندير شويه ديال الزيت، وغادي تشوفوا باننا غادي نخرج جوج ديال السلطات منهم اللي هما صحيا، ملعقه من الزيت فقط، وتنحاولوا نستعملوا اما الزيت ديال الكرزة او الزيت ديال العود الا كان في الامكان، من احسن الزيت ديال العود. هنايا غادي ندير شويه ديال الملحه وما نكثروش الملحه، غير واحد شويه، وغادي ندير الكمون وشويه ديال الخرقوم. سلطه رقم 3، وهادشي راه ممكن كاع تحضروه كمقبلات فيما بعد ان شاء الله، الله يدوز هادشي ان شاء الله على خير الضيوف نتاعكم. دونك هنايا عندي القرعه طرونشات طرونشات صغار بحال هكا، اش غادي نزيد عليها؟ غادي نزيد عليها شويه ديال الملحه، شويه ماشي بزاف، غادي نزيد شويه ديال الكمون واحد شوي باش ننسموها. وهنايا حيت انايا بغيت القرعه تبان ليا قرعه قرعه، اش غادي ندير؟ غير باش يعطيني داك اللويه الاحمر، قبض جوج ديال المطيشات وغادي نخشيوهم مع بحال هكا، هما غادي يذوبوا فيها وغادي يجمعوها واحد شي شويه. وغادي ندير شي شويه ديال الفلفل الاسود او الابزار بحال هكا، او القليل او شي شويه من الخرقوم هنا، وغادي ندير القزبر اليابس بحال هكا، وغادي تشحريها على نار تكون هيله، ما طيبيهاش بزاف، هكا تتكون اكثر صحه، يعني تتكون صحيه اكثر ملي طيبتوها في مطيشه بقات تطبخ بقات تطبخ بقات تطبخ. دونك هذه هي الطريقه ديالتي. هنايا غادي ندير سلطه ديال الخيار ومطيشه، نقطعهم دوار دوار، نقطعهم كاريات. السلطه المواليه هي غادي نقطعوا اللوبيا، اللوبيا كما قلت لكم سقوها او شريوها معلبه، وغادي تطحنوا فيها واحد التويمه صغيره، وهنايا الفلافل اللي عزلتهم من السلطه، تخلطي معهم اللوبيا تجيك سلطه هائله، جربوها غادي تعجبكم. Thank you.
الفيديو ديال اليوم راه تكمل. نتمنى يا ربي وانا يكون لنا اعجابكم. تنرحب بجميع الاقتراحات نتاعكم، ولا عجبكم تيفرحني ديروا لي بارطاج باش يستافدوا منه عدد كبير من السيدات. دخلوا لي لايك هادشي تيفرحني بزاف، وكتبوا لي في التعليقات كيف جاكم. غادي نلقاكم ان شاء الله تسويد على الانستغرام، وغادي نلقاكم عاوتاني في الفيديو في عالم اخر، عالم ديال لا ديكوراسيون، عالم ديال الجمال، عالم ديال الموضه. الى ما وصلكمش راه غادي نخلي لكم الرابط ديالو لتحت في صندوق الوصف. تهلاو في راسكم البنات، شكرا لكم، شكرا للحب نتاعكم، شكرا للمتابعه نتاعتكم، ولا تنسوا راكم دائما في القلب. مرح عليكم، الى اللقاء. محبين الديكور، الفاشن، عالم اخر، افكار لي غوتي، وركوا على هذا الفيديو هذا، غادي نتسناكم تنلك.